عقد دكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان عقد اجتماعا لمتابعة مستجدات العمل بمنظومة ميكنة الغسيل الكلوي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة. الوزير استهل الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الإسراع في تفعيل المنظومة بجميع مراحلها ومواجهة كل التحديات وتوفير كل التسهيلات الخاصة بنقل معدات الغسيل الكلوي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والاستدامة المالية، بما يسهم في حوكمة وتنظيم جلسات الغسيل وضمان تقديم الرعاية الطبية بجودة عالية. واستمع عبد الغفار لعرض مفصل عن منصة نفرو مصر، والتي انطلقت في أبريل 2024 لتحويل منظومة الغسيل الكلوي إلى نظام رقمي متكامل، مع العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الفشل الكلوي من خلال تطوير نظام موحد وشامل لإدارة عمليات الغسيل الكلوي بالمستشفيات والمراكز الطبية سواء العامة أو الخاصة.